أسلم الناس الكل، أنا دكتور رياض الملولي، اختصاصي في أمراض النساء والتوليد وجراح بمساحة السلام. في إطار الحملة التحسيسية في نطاق أكتوبر الوردي وما يسمى أكتوبر الروز، نقدموا هالوضع هذه باش نعرفوا الناس بأهمية التظاهرة هذه، باش زادة كيف تكون عندها أثر إيجابية على الناس الكل. تظاهرة أكتوبر الروز هي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية عندها توا ببري 40-50 سنة في الزمن 80 بالضبط. سويت المرت الرئيس الأمريكي هي اللي مرت بالكونسرت دو سا، دونك عملت جمعية وقررت من وقتها كونه تكون شهر أكتوبر الكل فيه حملة تحسيسية وتوعوية لأهمية هالمرض هذايا، باش نقوموا بالهدف بتاعها هي سورتو كون نقوموا بالتقصي المبكر للأمراض الخبيثة فيما يخص الثدي. المرض هذا المرض الخبيث متاع الثدي يمثل أول مرض خبيث بالنسبة للمرأة. في تونس عنا 4000 حالة سنويا كل عام جديدة اللي تظهر متاع أمراض الثدي. التشخيص المبكر للأمراض هذه يخلينا نوصلوا الحالات الشفاء اللي تفوت 90%. شنو لي فاكتور دو ريسك، معناها الحاجات اللي تخلينا نقولوا كونوا نردوا بالنا من المرض هذا. اول فاكتور دو ريسك بالنسبه للمراه هو العمر. دونك العمر نتاع المراه ابارتير من 50 سنه 80% من امراض لي كونسير دو سان يظهروا عند المراه بعد ال 50 سنه. دونك هذاك علاش لازمنا نركزوا في استراتيجية نتاعنا نتاع التقصي عند النساء اللي عمرهم اكثر من 50 سنه ونرجعوا لهم بعد. الفاكتور دو ريسك الثاني اللي نجم نقوله هو سي فاكتور دو ريسك فاميليا عائلي. دونك فما عائلات افكتيفمون اللي فيها نسبه اكثر من عائلات اخرين نتاع الكونسير دو سان. جينيرالمون العائلات هذيا الكونسير دو سان جوستومون يظهر قبل عمر ال 50 سنه. والفاكتور دو ريسك هذوما جينيرالمون يسون من شيرة الأم، معناها نثبتوا من شيرة الأم الخالات الجدات هل فما أمراض خبيثة نتاع الثدي عند العائلة هذيك. الفاكتور دو ريسك الثالث إذا كان نجمو نقولو هو الفاكتور دو ريسك اللي يتمثل في طول الفترة نتاع الدورة الشهرية، معناها النساء اللي عندهم الدورة الشهرية تبدأ على بكري وتوفى مخر، دونك عندهم فترة أكثر نتاع كونه البدن تكون فيه ليزورمون هذوما، معناها الهرمونات نتاع الدورة الشهرية يمثلوا زادا كيف أن فاكتور دو ريسك، مي حاجة بسيطة مش برشا. الفاكتور دو ريسك الآخر الرابع اللي نجمو نقولوه هو استعمال المكثف ولا المفرط الحبوب منع الحمل. دونك هنا كي نقول حبوب منع الحمل معناها راهو الاستعمال نتاعها طريقة عادية ما فيها حتى ريسك، مي كي نستعملوا حبوب منع الحمل ولا الهرمونات اللي نستعملوهم زادا كيف بعد ما توفى الدورة الشهرية، كي نستعملوهم فترة اللي أطول من 5 سنين دو فاسون متواصلة، فما افكتيفمون فما لي زيتود فما دراسات اللي ظهرت كونه بالنسبة الريسك نتاع الكونسير دو سان طبعا. فما لي فاكتور بروتيكتور اللي يحميه، أهم فاكتور بروتيكتور اللي يحمي من الكونسير دو سان هي مدة الرضاعة. معناها قد ما المرأة يصير عندها حمل وقد ما ترضع فترة أطول قد ما الريسك نتاع الكونسير دو سان ينقص. دونك لهنا كي نشجعوا المرأة على الرضاعة الطبيعية سي ديجا لحمايتها زادا كيف من الإصابة كونسير دو سان على القدر. الهدف نتاع الحملة التوعوية هذه نتاع أكتوبر روز هو التقصي المبكر لي كونسير دو سان. أول حاجة هو فما المرأة يلزمها هي اللي بيدها تفحص روحها بطريقة دورية، معناها تتفقد صدرها من المستحسن تكون الفترة هذه جوست بعد ما توفى الدورة الشهرية. دونك تتفقد روحها بصفة دورية وينجم الطبيب نتاعها يعاونها باش يفسر لها كيفاش طريقة تفحص الصدر نتاعها. طريقة سهلة وربي ما تاخذش حتى أكثر من دقيقتين من زمان، هكاك المرأة هي بدها تستنس بصدرها وتعرف بالضبط كان فما حاجة جديدة تظهر على القدر، وقتها تمشي تعدي. طريقة ثانية هي كونه المرأة تعدي بصفة دورية عند طبيب، كسوا طبيب اختصاص ولا طب عام ولا حتى عند القابلة. دونك يقوم بعملية الفحص نتاع الصدر نتاعها بطريقة كما قلناها طبية باش يشوف فماشي حاجة اللي فيها شك ولا على قدر اللي يلزمنا وقتها نتعداو لمرحلة أخرى. الطريقة الثالثة للتقصي اللي هي
الماموغرافي معناها التصوير الطبي. دونك الماموغرافي هذه هي تقعد اكثر ليكون ماموغرافي والماموغرافي تقعد هي لو مويا دياغنوستيكي نقولوها اللي خلينا نشوفوا بالضبط فماشي حاجه مش عاديه في مستوى الثدي. والمنصوح به توا بالنسبه للنساء ابارتير من 45 ولا في بعض الحالات 50 سنه مره كل عامين تعمل الماموغرافي. دونك لافونتاج تاع الماموغرافي هي كونها تخلينا نفيقوا ساعات بامراض هذه الكونسيبت دو سان في مراحل مازالت في الاول بالكل بالكل حتى قبل ما تظهر بالفحص الطبي. دونك المراحل هذه كما قلنا ما تخلي كيفيقوا بها في المراحل الاولى بالكل تخلي امكانيه الشفاء كما ذكرنا تكون احسن عند المرأة. مراحل العلاج ولا نتيجة العلاج، هات نبدأ بنتيجة العلاج باش نزيدو نأكدو ونعاودو على أهمية التقصي المبكر. نتيجة العلاج مربوطة ارتباط كامل مع الكبر بتاع اللحمة وقت اللي ينفقو بها. دونك كيما قلنا بالنسبة للمراحل الأولى كيقولو المراحل الأولى اللحمة اللي جينيرالمون ما فاتتش 2 سنتيمتر نسبة العلاج التام والشفاء التام بالنسبة للمرأة تكون أكثر من 90%. شنو ما اللي عندنا دوك العلاج هما فما المرحلة الجراحية. المرحلة الجراحية فما زوز أنواع، فما يا نحيو العضو الكل يا نحيو اللحمة واللي داير بها أكاهو. توا كيما قلنا زاد كيف هذا مربوط بالحجم تاع اللحمة وقت اللي ينفقوا بها. واكثر توا قاعدين ماشيين اكثر في كوننا نحافظوا على العضو ونحيو كان اللحمه واللي داير بها اكل. دونك بعد مرحله الجراحه هذه اللي مع تنحيط اللحمه بيان سور فما الغدد اللمفاويه اللي تتنحى ولا نشوفوا الحاله نتاعها، فما الاشعه الراديوثيرابي وفما زاد الشيميوثيرابي اللي هي العلاج الكيميائي واللي كله مربوط زاد كيف بالنتائج نتاع كي نحيو اللحمه بالجراحه ونبعثوها للتحليل احنا والنتيجه نتاع التحليل هذاك يقول لي شنو هي المراحل الكل. ما نرجعوا ناكدوا ديما كيما بدينا من الاول زاد نختموا بها هو كونه النتائج نتاع العلاج هذوما كلها مربوطه ارتباط كامل بالحجم نتاع اللحمه وقت اللي نقوموا بالتشخيص نتاعها. هذا ايش عنا ما نقولوه وان شاء الله نتمنى الشفاء والانسان الكل. بارك الله فيكم.